قبل أن نبدأ فيديو هذا اليوم، أنبه إلى أن الموقع العالمي المعروف بانغود يهتم بنا نحن كمسلمين، لذلك خصص مجموعة من العروض الرمضانية ومجموعة من الصفحات لتخفيضات مهمة جدا لمجموعة من المنتجات على الموقع بخصوص شهر رمضان الكريم. سوف أترك لكم روابط هذه الصفحات في صندوق الوصف حتى تستفيدوا من بعض المنتجات التي تصل حتى خصم 70%. متابعي قناة جذور وكذلك لا ننسى الوافدين الجدد، السلام عليكم. مما لا شك فيه أن تطبيق الواتساب صار من الأشياء التي نستعملها وندمنها في حياتنا اليومية، لكن ما لا نعرفه هو أن هذا التطبيق أو مستعمل هذا التطبيق هناك الكثير من المخاطر التي تتربص بهم. لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على بعض المخاطر التي يمكن أن تواجه كل مستخدمي الواتساب. فقط شاهدوا معي هذا الفيديو حتى النهاية، لأنه في الأخير سوف أطرح عليكم بعض النصائح لمستعملي هذا التطبيق. ابقوا معي. كان أول ظهور لتطبيق الواتساب سنة 2009 بعد تطويره من طرف الشاب الأوكراني جان كوم. هذا التطبيق الذي نال شهرة واسعة بسرعة البرق وبلغ عدد تحميلات بالملايين وأصبح تطبيق الدردشة الأول مفضل في العالم، الشيء الذي لفت انتباه شركة عملاقة مثل شركة الفيسبوك. وبالتالي باع الشاب جان كوم تطبيق الواتساب بمبلغ 19 مليار دولار لشاب أكثر منه طموحا، وأقصد بذلك شركة الفيسبوك. وبحكم أن شركة الفيسبوك هي شركة متطورة للغاية، فقد قامت بتطوير هذا التطبيق وجعله أكثر أمانا وأكثر أداء، أكثر من ذلك أنه أو جعلت منه مجاني وللأبد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف يعمل تطبيق الواتساب؟ عندما نقوم بكتابة رسالة على تطبيق الواتساب وإرسالها إلى شخص معين، فإن ما يحدث هو رسالتك النصية أو الصورية أو حتى الفيديو ترسل إلى ما يسمى بسيرفرات الواتساب، وهذه السيرفرات مخبأة في مكان ما ومزودة بتيار كهربائي بشكل متواصل 24 ساعة على 24. وكل واحدة من هذه السيرفرات هي عبارة عن مئات الأقراص الصلبة التخزينية الشبيهة بالموجودة في الحاسوب، لكن الفرق هو أن هذه السيرفرات متصلة بالإنترنت بشكل دائم. لذلك عندما نقوم بإرسال رسالة، بمجرد أن يتلقاها السيرفر بنجاح تحصل على هذه الإشارة، بالتالي تبقى الرسالة مخزنة في السيرفر إلى أن يتصل الطرف الثاني. بمجرد أن يتصل الطرف الثاني بالسيرفر عن طريق تطبيق الواتساب، نحصل على الإشارة الثانية بأنه تسلم الرسالة بنجاح، وبالطبع هذه الرسائل تبقى مخزنة في السيرفرات لمدة معينة من الزمن قبل أن يتم حذفها ليتم استغلال المساحة من طرف ملايين الأشخاص حول العالم. ولعل أكثر ما يزعجنا في هذا التطبيق هو انعدام الخصوصية، بحيث أنه بمجرد أن تكون في وضعية الاتصال سوف تظهر للجميع بأنك في وضعية الأونلاين، وبالتالي سوف تنهمر عليك مئات الرسائل التي لربما ليست لديك رغبة في تلك اللحظة للإجابة عنها، لكن الواتساب يكشف سرك بأنك متصل حاليا. أكثر من ذلك، أنك بمجرد أن تقوم بقراءة رسالة أي شخص سوف تظهر هذه الشارة الزرقاء التي تكشف ذلك، وكل هذه الأشياء هي أشياء مزعجة صراحة وتحد من الخصوصية. لذلك أي شخص منا في بعض الأحيان قد يرغب في التخفي والحصول على بعض الخصوصية. لذلك إذا بحثنا على الإنترنت سوف نجد نسخ أخرى من الواتساب مثل الواتساب الأزرق والأحمر وكذلك أشهرها الواتساب الذهبي التي توفر لنا كل هذه المميزات، لكن ما هو السر وراء هذه الإصدارات من الواتساب يا ترى؟ كل النسخ الأخرى المتواجدة على الإنترنت والتي تضمن لك الخصوصية هي في الحقيقة عبارة عن نسخة واتساب عادية تم التلاعب بها والتلاعب بالشفرة والكودات الخاصة بها من طرف أشخاص مجهولين حتى تضمن لك الخصوصية التامة، مثل أن تتصل دون أن تظهر وأنك متصل، أن تقرأ الرسائل دون إظهار ذلك، إضافة إلى مجموعة من الأشياء التي قد تبدو لك بأنها مميزة جدا علما بأنها مخالفة لسياسة الواتساب. وهذه التطبيقات تقوم بذلك عن طريق التلاعب بالإشارات المرسلة إلى السيرفر، مثل الإشارة التي يرسلها تطبيق الواتساب إلى السيرفر ليعلمه بأنك متصل، أو الإشارة التي تعلمه بأنك قد قرأت الرسالة. يقوم هذا التطبيق بمنع هذه الإشارات لتصل إلى السيرفر، لأن كما قلنا هذا التطبيق تم التلاعب بالشفرات أو الكودات الداخلية البرمجية الخاصة به ليقوم بذلك، وذلك بطبيعة الحال من طرف أشخاص مجهولين. وتكمن الخطورة في أن هذه التطبيقات المعدلة تعتمد على سيرفرات مصغرة تم إنشاؤها من طرف هؤلاء الأشخاص. هذه السيرفرات تكون وسيطة بينك وبين سيرفر الواتساب الحقيقي.
والهدف من هذه السيرفرات المصغرة التي قام بإنشائها هؤلاء الأشخاص هو جعل تطبيق الواتساب وقاموا بالتعديل عليه ليمرر الرسائل عبرها كوسيط هو على اطلاع على بياناتك الشخصية ورسائلك الخاصة، وبالتالي اختراق معلوماتك الحساسة من طرف هؤلاء الأشخاص. ويتم ذلك بطبيعة الحال عن طريق التلاعب بتطبيق الواتساب حتى لا يمرر الرسائل مباشرة إلى السيرفر الحقيقي، وإنما عبر السيرفر المصغر الخاص بهم من أجل الاطلاع على بياناتك. أكثر من ذلك، لدي هنا نموذج لهذه التطبيقات المعدلة، سوف أحاول تثبيتها على هاتفي. أضغط هنا ثم أضغط على أنستال، ولاحظوا معي هاتفي قام بكشف مجموعة من الفيروسات، يعني بأن هذه التطبيقات مدججة بمجموعة من الفيروسات الخطيرة جدا التي تقوم باختراق هاتفك وربما تعطيل هاتفك بشكل نهائي. إذن سوف أضغط هنا من أجل إزالتها. كما أنني في هذا الفيديو لا أتحدث من فراغ، وإنما بالاعتماد على مقالات جرائد عالمية مثل جريدة إكسبريس وجريدة الإنديبندنت وجريدة إيفنينغ ستاندر البريطانية. سوف أترك لكم طبيعة الحال الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو حتى تتأكدوا بأنفسكم. والخطر الثاني الذي يواجه مستخدمي الواتساب هو الرغبة في الحصول على رقم أجنبي مثل أمريكي أو فرنسي أو كندي أو ما إلى ذلك من أجل تفعيل الواتساب، حيث نجد الكثير من التطبيقات التي تقدم لك هذه الخدمة وفي بعض الأحيان بالمجان مثل تطبيق تو اندي لاين وتطبيق تكست بلس. لاحظوا معي قمت بتحميل هذا التطبيق وقد أعطاني رقم يعني بالمجان رقم أجنبي من أجل تفعيل الواتساب كما ترون. ونعلم جميعا أنني إذا تعطل هاتفي أو إذا أردت أن أقوم باستبدال الهاتف بهاتف جديد فإنني بمجرد أن أقوم بنقل الشريحة أو الرقم الخاص بي إلى الهاتف الجديد وأقوم بتحميل الواتساب، مجرد أن أقوم بتفعيل الواتساب سوف تظهر الرسائل الخاصة بي رغم أنها كانت في هذا الهاتف لأنه نفس الرقم. وهنا تكمن خطورة هذه التطبيقات التي تعطيني رقم أجنبي مجاني، حيث أنني عندما سوف أقوم بتفعيل الواتساب بهذا الرقم وأقوم باستعماله لمدة من الزمن فإن هذه التطبيقات لديها عدد محدود من الأرقام، بالتالي عندما يأتي زبائن جدد فإنها سوف تقوم بإزالة هذا الرقم مني وإعطائه للشخص الجديد، وبالتالي بمجرد أن يقوم بتفعيل حساب الواتساب الخاص بي بهذا الرقم سوف يتوصل بالرسائل الخاصة بي على هاتفه، وبذلك أكون قد سربت معلوماتي الشخصية إلى شخص آخر في مكان ما في العالم، وذلك بطبيعة الحال يمثل خطورة كثيرة. وكنصائح أخيرة مني إليك، إذا أردت أن تقوم بإخفاء آخر مرة دخلت فيها إلى تطبيق الواتساب يمكنك الدخول إلى إعدادات الواتساب العادي جدا، ندخل إلى رمز المفتاح الأول هذا كما ترون ثم نضغط هنا في الأول. لاحظوا معي هذا الخيار يمكنك تغييره إلى هل الجميع أم فقط بوجهة الاتصال الخاصة بك أم لا أحد، يعني لا أحد يعرف متى دخلت إلى تطبيق الواتساب. بالإضافة أنني أحببت أن أعرفكم على تطبيق جميل جدا وموثوق، هذا التطبيق الذي يقدم لك مجموعة من الأشياء الرهيبة جدا مثل تصفح تطبيق الواتساب وأنت متخفي عن طريق الضغط على هذه الأيقونة أو تفعيل هذه الأيقونة. لاحظوا معي عندما أقوم بتفعيلها أقوم بتحريك الهاتف فقط قليلا هكذا وأدخل مباشرة إلى الواتساب. أيضا لدينا هذه الأيقونة التي تمكنني من فصل الأنترنت بشكل كامل عن الواتساب من أجل عدم الإزعاج، وهذه الأيقونة التي تمكنني من إرسال رسالة إلى رقم غير مسجل لدي في الهاتف، وهذه الأيقونة التي تحول الواتساب إلى ما يشبه الميسنجر حيث تظهر معي هنا في الجانب، ولدينا أيضا هذه الأيقونة التي تمكنني من تحميل الستوري أو القصة الخاصة بكل الأصدقاء عندي في الواتساب، ولدينا هذه الأيقونة التي تمكنني من تنظيف بطبيعة الحال الواتساب، ولدينا هذه الأيقونة الجميلة التي تمكنك من إنشاء محادثة مزيفة على حسابك في الواتساب، إضافة إلى مجموعة من الخصائص التي تكتشفونها بأنفسكم. سوف أترك لكم رابط هذا التطبيق أيضا في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بكل اختصار شباب، كل نسخ الواتساب المعدلة هي تطبيقات خطيرة جدا تحتوي على مئات الفيروسات يمكنها أن تقوم باختراق بياناتك الشخصية والبيانات الحساسة، وكل يوم يتم نشر مئات الصور لفتيات يتم اختراق صورهن. وما يؤسفني في الأمر هو أن هناك مجموعة من المطورين والمبرمجين العرب الذين قاموا بأخذ مثل هذه النسخ وتعريبها أو جعلها باللغة العربية وإعطاء النصيحة للناس من أجل تحميلها على الرغم من أنها مسببة لمخاطر كثيرة جدا. بكل اختصار إخواني، أي تطبيق غير موجود على البلاي ستور أو الأب ستور هو
هو تطبيق ضار جدا، يعني تم إزالته من البلاي ستور لأن به فيروسات أو به خطورة لكل المستخدمين. إخواني، أتمنى أنكم قد استفدتم من موضوع حلقة هذا اليوم، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.